السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في وصفه صوفيا غادي نقدموا واحد الكوب كيك اللي كيجي ساهلين ولذاذ ومهشاش كما كتشوفوا بحال هكا بهذه الطريقه اللي غادي يعجبكم بزاف بزاف، واللي كيخرجوا لنا يعني حجم عائلي تبارك الله 12 بمقادير اللي بسيطه وسهله، وكينفعوا بزاف بحال هكا في كوتي ان الامهات تلقاو شي حاجه يصيفطوها مع الوليدات ديالهم في المدرسه، وفي نفس الوقت تكون قاده في الدار شي حاجه اللي ساهله مضمونه وبسيطه ان شاء الله. ندوزو باش نشوفو الطريقة والمقادير ونطبوش عليكم فيديو. صافي، هنا بالنسبة للمقادير عندي جوج بيضات يكونوا شوية كبار، عندي هنايا نص كاس ديال الحليب، عندي كاس لاروب ديال سنيدة، عندي نص كاس ديال الزيت، شوية ديال الملح، والدقيق كاس ديال الدقيق حتى الأخير. يعني غادي نشوف مثلا إلا ما إلا قدني غادي نقدر ما نكملش كاس كله، غندير غير نص على حسب الدقيق اللي عندكم. أنا يعني كان الدقيق هنايا ما كنعبرش، كندير يعني عين ميزاني صراحه. وصافي هنا كما قلت لكم عندي نص كاس الزيت، وهاد بيبي شوكولاته الاخير عاد غادي نحتاجوهم، فانيا وساشي ديال الخميره. صافي هنا غادي نضرب سنيده مع البيض هما الاولين، كيضربو مزيان بسم الله. صراحه كيجيو خفافين وزوينين بزاف، وكينفعو يعني الامهات كيعطيوهم للوليدات ديالهم كيديو معاهم في المدرسه بحال هكا في بوتي. كما شفتو المقادير قلالين بزاف وكيخرجو كميه كبيره. صافي هنا غنبقى نزيد الزيت شويه بشويه. دائما كتجي الزيت هكا مزيان انك تبقى تزيدها شويه بشويه، يعني ماشي خطوه في خطره وحده، كيطلع الخليط هكا مزيان. دابا غندير حصه شي ديال الفاني، ندير شويه ديال الملح ونعاود كنخلط كلشي. انت كيبدا كيبان لينا اللون ديال الخليط بدا كيبدا بحال هكا كيبيض، ما كيبقاش تصفر بزاف وكيدقيق. نزيد الحليب شوية شوية، مع كيما قلت لكم الدقيق غنبقى نزيدو توا شوية بشوية. كما قلت لكم انا هنايا عندي كاس كبير ديال الدقيق، ولكن نقدر ما نديروش كله لانه بعض الخطرات كيجي الخليط كيجي ثقيل بزاف، وبعض المرات ثاني كيجي هو هذاك، يعني على حسب الدقيق ماشي دقيق اللي كيشرب. وهنا الخليط خصو يكون يعني كلشي عارف الخليط ديال الكيكه كيفاش تيكون، ما تكون ثقيل بزاف ما يكونش عاوتاني خفيف بزاف، والخمارات ما نفوتوش جوج، الا فتنا جوج يعني راه كتفيض وكتخرج من هاد الكوب ديالها. صافي دابا هنا الخليط عندي واجد كما شفتو كيبقى بحال هاد الشكل. صافي هنا
هنايا كما شفتوا بعد ما كملت الخليط ديالي كله، المقادير ان شاء الله غنخليهم لكم في صندوق الوصف باش عاد تاخذوهم على خاطركم. هنايا من بعد ما خلطت الخليط خويته في الغرف باش يجيني ساهل، باش ما نبقاش يعني كنقطر هنايا، لان انا كشي ما كيقطر هنا كيتحرق. انا درت هاد لي كيس هادو زوينين الصراحه، كيجيو ساهلين. كاينين دوك الاخرين اللي ديال السيليكون صراحه ما كيجيوش الصراحه زوينين بزاف، انا جربتهم هكا شتي كيجي ساهل. يعني نخليو دائما واحد سنتيم لانهم كيتنفخوا. خلاص استعملت العمره كاملين. صراحه ما كيجيو يعني معبورين، 12 كتخرج لك 12 هي هذه، صراحه زوين بزاف لان المقادير ساهلين بزاف وكتخرج كميه تبارك الله اللي عائليه. 12 ديال لي كوب كيك صافي. دابا هي ماشي على الفران، غندخلهم للفران و سيبو. هاد البيبي شوكولا يعني نتوما غيقدروا ديروا شويه ديال الكركاع، شويه ديال الزبيب، اولا يعني اي حاجه تفننوا فيهم نتوما يعني كما بغيتوا. صراحه كيجيو كاع زوينين بزاف ملي كنديروا فيهم التمر ولا الزبيب ولا هذا، كي يعني كنعرفوا راه وليداتنا كلاو شي حاجه اللي مفيده. وتا هاد الشكيلات بحال هكا زوينه، هاد البيبي شوكولا بحال هكا تيعجب الوليدات الصغار بزاف. صرا كيجيو زوينين بزاف، كيجيو خفافين وهشاشين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم غيعجبوكم وتبقاو دائما ديروهم. صافي انا دابا كما قلت لكم شعلت الفران يلا شفتو، غادي نطفيه من الفوق ونخليه مايل من التحت، وغادي ندخلهم تقريبا واحد 20 دقيقه حتى لساعة صافي وغادي نخرجهم.
النهائي ديالنا ديال اليوم ديال لي كوب كيك. كما شفتوا معنا كيجيو ساهل وبساطي، يعني من 10 دقائق كنبقاو ورثنا وجدنا 12 ديال كوب كيك، وكما كتشوفوا كيجيو يعني خفافين بزاف. ما نوريكم قدامكم خفاف خفاف بزاف بزاف الصراحه، زعما كما كتشوفوا يعني بهذه الطريقه يعني كيجيو بحال ديال كما كتشوفوا كنلقاو الشكلاطه من الداخل، كيجيو يعني بحال ديال دوك اللي كناخذو من المخبزات اولا هكا، يعني بحال هذه الطريقه كتكون زوينه بزاف وصحيه ونلقاو نعطيو الوليدات ديالنا. كنتمنى بان الوصفه ديالي تكون عجبتكم، ما تنساوش تخليو ليا لي لايك لي ابوني ديالكم ودعموني.